لو فيكم حد ناس بتفرج عليا ومتابعيني عاوز يحصل على الفيزا السياحه بتاعت كندا او استراليا، الفيديو ده هقول لك ازاي تحصل على الفيزا السياحه في اقل من 3 دقايق ان شاء الله. يلا بينا نشوف ازاي. طبعا لما تروح تقدم على فيزا سياحه عشان تاخد الفيزا بتاعت كندا او استراليا، الاثنين على فكره بينطبق عليهم نفس الكلام، بتقدم الاتش ار ليتر، بتقدم بنك ستيتمنت لو عندك عقارات، لو لو لو، وفي الاخر يعني 90% ما فيش حد بياخد الفيزا، 10% بس هم اللي بيقدروا ياخدوها، يمكن اقل من كده كمان. في ورقه مهمه جدا لو انت قدمتها مع المستندات ديت غالبا ان شاء الله هيبقى عندك فرصه اكبر بكتير انك تاخد الفيزا، وهي انفيتيشن ليتر او خطاب دعوه. السؤال هنا ازاي اقدر احصل على خطاب الدعوه؟ في عندك طريقتين، الطريقه الاولى ان انت يكون ليك قريب في كندا هنا، تمام، يبعت لك خطاب دعوه. ما اقول قريب قصدي اب او ام، اخ او اخت، ابن او ابنه، غير كده الموضوع غالبا مش هينفع يعني، تمام. وحتى بالطريقه دي بالانفيتيشن ليتر انك تحصل على فيزا سياحه، انا هقول نسب الفرص بتاعتك هترتفع من 10% ل 50%. في طريقه ثانيه ممكن تحصل على انفيتيشن ليتر، ده هيخلي فرصه حصولك عليها تقريبا 90% يمكن اكتر كمان، وهي الحصول على خطاب دعوه موجه ليك من جهه ما او مؤسسه ما داخل كندا. طب ازاي؟ هقول لك انا ازاي. بص يا جماعه، كل واحد شغال في شغلة معينة، مهندس، دكتور، محاسب، واتيفر، حتى لو هو مهني، لو هو فني، لو لو لو، دايما في ندوات او مؤتمرات او دورات تدريبية قصيرة بتبقى مثلا 3 4 ايام، او ورك شوب، او اي حاجة بيتم عقدها داخل كندا في اي مقاطعة في اي ولاية ليها علاقة بشغلك. فانت تخش على الانترنت تشوف اي دورة تدريبية قصيرة او مؤتمر او ندوة بيتم عقدها ليها علاقة بمجال شغلك ومجال خبرتك، تمام، بتراسلهم لو في فلوس تدفعها عادي انك جاي تحضر الندوه دي او المؤتمر او whatever التدريب دوت، الجهه دي هتبعت لك على طول انفيتيشن ليتر. ده يعني 90% ان شاء الله لو معاك الورقه دي، تمام، دي بتبقى موجهه من الجهه الكنديه الى السفاره الكنديه في القاهره او في اي بلد عربي انت منها، انا بس بدي مثال يعني، تمام، بتسهل مأموريتك تماما ان انت تاخد الفيزا السياحه. يا رب اكون افدتكم وان شاء الله تكون معلومه مفيده، اعملوا بس زي ما قلت لكم كده وان شاء الله تحصل على الفيزا. حاجه كمان عايز اقول لكم عليها النهارده، الحاجه دي ما لهاش علاقه بالفيزا السياحه، دي ليها علاقه بيا انا وبالقناه بتاعتي. انا قررت قرار كده، ما اعرفش انتوا يا ريت تشاركوني رايكم لو الناس متابعه يعني القناه بتاعتي مهتميه بالحوارات او المواضيع اللي انا بتكلم فيها. قررت ان انا هعمل فيديوهات ان شاء الله يوميه بس قصيره، تحدي كده ان انا اعمل فيديو في 3 دقائق بس. تنسوش بقى لو انتم متابعيني والفيديو عجبكم لايك للفيديو، وكالعاده لو الفيديو ما عجبكش عادي جدا اعمل لايك برضه، مش هتخسر حاجه على فكره. لو مش مشترك معايا في القناه اتفضل اشترك. كان معاكم محمد توفيق، اشوفكم بكره ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.